حياكم الله مشاهدينا من جديد. كما تتابعون في الشاشة الكبيرة، ها هو الزميل عوض الفياض يقف الآن في الحدود الأوكرانية البولندية لمتابعة كل ما هو جديد مساء ونهارا. عوض، يعني معك الصوت والصورة أولا لموافاتنا بك آخر المستجدات حيث أنت. أهلا بك حمود، وأهلا بمشاهدين بي سي في أسبوع. اليوم هو اليوم الثامن لهذه العملية العسكرية الخاصة التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس، فجر الخميس الماضي، وانتهت اليوم بعد أن أصبحت اجتياح لأكثر من شرق مدن شرق البلاد. معظم مدن شرق البلاد الآن تحت القصف الروسي، أيضا شمال العاصمة كييف وشرقها أصبحت هذه المدينة محاصرة من القوات الروسية والبيلاروسية وأيضا من وحدات خاصة من الجيش الشيشاني. في جنوب البلاد في أوديسا اليوم سمعنا عن استمرار القصف حول المدينة، سقوط مدينة خيرسون في اليوم الماضي، وأيضا هناك حديث عن ربما سقوط مدينة ماريبول اليوم الجمعة حسب المحللين العسكريين هنا في بولندا وفي أوكرانيا. نحن الآن في إحدى المدن الحدودية في مدينة خوشوف أو جوشوف، أو تنطق في البولندية زوسوف، هي إحدى المدن الحدودية في الحدود الأوكرانية البولندية. نحن الآن في مركز القطار الرئيسي في هذه المدينة جوشوف، حيث تنطلق من هنا القطارات باتجاه الحدود البولندية لحمل اللاجئين من آخر نقطة حدودية بولندية أوكرانية، ومن ثم إعادتهم إلى كافة المدن البولندية، وبعدها وصلهم إلى باقي مدن القارة الأوروبية. هنا حمود كما تشاهدون خلفي يوجد منطقة تجمع للحصول على المساعدات في هذا المركز الذي أنشئ على عجل حسب ما فهمنا مع القائمين على هذا المركز. هم من متطوعون من أبناء المدينة الذين قدموا المساعدات لهؤلاء المواطنين اللاجئين البولنديين، خصوصا وأن عملية الإغاثة لم تكن ذات طابع رسمي في بداية الأيام الأولى من اللجوء. الاتحاد الأوروبي أو مفوضية اللاجئين الأوروبية لم تعلن عن خطة واضحة في الأيام الأولى، مما استدعى قيام الكثير من الحملات ربما نقول الشعبية والقائمة على جهود شخصية من المواطنين في المدن الحدودية، سواء في بولندا، في المجر، في سلوفاكيا، وأيضا في ربما تشيكيا. هناك طبعا الآن كما تشاهدون العديد من اللاجئين، هذه النقطة تحديدا ينطلق منها اللاجئ إلى مدينة كراكوف أو مدينة وارسو، حيث قدمت الحكومة البولندية العديد من التسهيلات للاجئين الأوكرانيين. الخميس أو أمس الخميس أعلن 15 من وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي. نعم. إذا كنت تسمعنا الزميل عوض، الحماية الدائمة ل أي نعم عوض، بما أنك تطرقت لموضوع اللاجئين في بولندا وفي الحدود حيثما أنت، نبغى نتكلم شوي عن التمييز اللي كثير ناس تكلموه، سواء نحن نحكي عن مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى بعض وسائل الإعلام تكلمت كثير عن موضوع تعرض بعض اللاجئين للتمييز، فما هي مشاهداتك لهذا الموضوع على الجانب الإنساني عوض؟ تغريد كما كنت أقول في موضوع العنصرية أيضا فيما يتعلق بهذا الموضوع، أمس الخميس أعلنت 15 من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن منح الحماية الدائمة للاجئين الأوكرانيين الذين قدموا من بلادهم في الأسبوع الأخير، ويناهز عددهم الآن 1 مليون لاجئ. هذه الحماية تعني حصولهم على التعليم والطبابة في مدن ودول الاتحاد الأوروبي. هذا الإعلان لا ينسحب
على اللاجئين من الجنسيات الأخرى التي خرجت من الأراضي الأوكرانية في الأسبوع الماضي. هناك جدل وانقسام واسع في الاتحاد الأوروبي على المستوى الرسمي بشكل واضح بأن بعض الدول ترفض أو ترفض تقديم المساعدات أيا كان نوعها للاجئين من غير الجنسية الأوكرانية أو الأوروبية. إذا تحدثنا على الجانب الشعبي تغريد، نحن نتحدث حقيقة في الجانب البولندي في الأيام الأخيرة كان هناك جهد شعبي واضح لمنح كل ما يمكن منحه للاجئين. كنا نشاهد بعض المواطنين يحملون لافتات يكتب عليها الإقامة مجانا، التوصيل إلى المدن الأوروبية مجانا. شاهدنا أسرا قدمت من مدن في تشيكيا وفي المجر، أتت بقاطرات سياراتها تحمل قاطرة صغيرة فيها الكثير من المؤن وأيضا مطبخ منقول لإعداد وجبات الساخنة خصوصا مع أوقات الشتاء الباردة ودرجات الحرارة الباردة جدا عند الحدود البولندية. عوض، احنا نشكرك على كل هذه المعلومات. تغريد حمود وجمهورنا الكريم، احنا الوقت داهمنا عوض، بس نشكرك جزيل الشكر. تغريد بس في تفضل. تفضل كمل نقطتك الأخيرة. تفضل حمود. لا يخفى على المشاهدين والمراقبين الوضع الأوكراني ما خلفته الأزمة من ظهور قشرة العنصرية عند وسائل الإعلام الأوروبية والأمريكية التي ظهرت ربما نقول سوءتها في التعامل المزدوج بين قضية اللاجئين الأوكرانيين ووصفهم باللاجئين الأوروبيين الذين يشبهوننا، بينما لم ينعكس ذلك على باقي اللاجئين من باقي الجنسيات. هذا كان مرفوض شعبيا تغريد وحمود حسب كل من تحدثنا معهم من المواطنين في المنطقة. أخيرا في هذا المكان حمود، شاهدنا في الأيام أو في الساعات القليلة الماضية توافد العديد من العسكريين والوحدات العسكرية من المتقاعدين ومن الوحدات العسكرية الخاصة من بعض الدول مثل المجر وجورجيا وفرنسا للانضمام إلى الجيش الأوروبي الذي يقال أن وصل عددهم الآن إلى 2000 عسكري مجند. وضحت الصورة عوض، سنتابع المزيد إن شاء الله في لاحق الأيام وأيضا في نشرة التاسعة. كل الشكر للزميل عوض الفياض، موفد MBC إلى الحدود الأوكرانية البولندية.